حبيبتي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم رجعت لكم فيديو راح تكون شويه قصيره على خاطر راح نحكي لكم على واحد الحاجه اللي ما عدنيش متعوده نحكي لكم عليها، ولكن قالت شي خاطري قلت والله غير نهضر لكم عليها. اكتشفت واحد الكتاب جديد قريته مؤخرا اسمه ريفي لا بيدوين انطوان. دونك هذا الفيديو خاصه بالبنات اللي فقط يمكنهم انهم يقراوا الفرنسيه. اذا كنتوا من الناس اللي يقروا فقط العربيه، للاسف ما كانش نسخه عربيه من هذا الكتاب. راح نحاول نبعث رساله من خلال هذا الفيديو الى الكاتبه تاع هذا الكتاب، بالك يمكن ندير لكم نسخه مترجمه. ولكن صراحه هذا الكتاب رائع 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 لدرجه ما تتخيلوهاش. الكاتبه اسمها حبيبه بنت مولود، كتبت كتاب عن حياتها ولكن ماش اوتوبيوغرافي، يعني ماش ما تحكيش حياتها بالتفصيل، لكن تحكي عن بعض المقاطع من حياتها، بعض الفصول في حياتها اللي ساعدوها على التغيير، اللي علموها اشياء. ومن خلال هذه الفصول حسيت باللي في بعض الفصول من الكتاب وكانها تحكي عليا انا، وراني متاكده اكثر من متاكده باللي كاين بزاف البنات اللي كيما انا و ممكن هذا الكتاب يهمهم. تحكي على طفولتها كانت شويه حزينه، تحكي على حياتها من كانت في مرحله الثانويه في مرحله المراهقه مع صديقاتها الى اخره، الناس اللي ضروها، الناس اللي ساعدوها، الناس اللي تحكي على تجربتها مع التمييز العنصري في فرنسا، لانها فتاه متحجبه لبست الحجاب من مرحله الثانويه فعانت من اضطهادات وكان صعب عليها انها تلقى شغل الى اخره. تحكي على حياتها العائليه، تحكي على زوجها، على بناتها، كيفاش تعرفت على الزوج تاعها الى اخره، كيفاش ساعدها الزوج تاعها. تحكي على الشيء اللي حسيته كانه توشاني هنا في هذه البلاصه. تحكي على رحلتها الى مكه، يعني قيامها بالحج. ما تحكيش عليها كانها دارت الحج فقط، تحكي عليها بفلسفه، يعني ما كنتش نشوف هذا الجانب من الحج، ولكن كي قريت الكتاب تاعها اعطاني حماس اكثر ان نزور هذا المكان. تحكي على المينيماليزم هذه فلسفه تعلمكم انكم تنقصوا على روحكم الاشياء اللي حولكم، تكتفوا بمجرد القليل، لانه السعاده ما تكمنش في الاشياء. فبديت انا ايضا نحاول اني نقص شيء في شيء الاشياء اللي حولي في البيت باش نحس براحه اكثر، بهدوء اكثر، باش نحس روحي بحريه اكثر. تحكي على بزاف الاشياء، ومن بين الاشياء الاهم اللي تحكي عليها في اخر مع اواخر الكتاب هي كيفاش تكوني انتربرونور، يعني كيفاش تولي كيفاش ديري عمل خاص بك انتيا، خاصة إذا كنت أم عندك أطفال وعندك أشياء لازم تقومي بها، عندك مسؤوليات، فكيفاش توفقي بين هذه المسؤوليات؟ واش هو الشيء المحفز اللي يخليك تقومي بهذه الخطوة؟ أنا كنت حاسة، يعني خاصة مع الولادة تاع نور، حسيت باللي بقيت نسأل نفسي واحد السؤال مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة، وقتاش أنا راح ندير حاجة خاصة بي أنا بنفسي، وانت نبدأ بشغلي أنا. كنت حكيت لكم من قبل من سابقا قلت لكم بلي عندي مشاريع في راسي، ولكن الآن راح ندير ستوب، يعني راح نتوقف فترة حتى يكبروا شوية بناتي، ومن بعد ان شاء الله ننطلق في المشاريع التوعية. وكان خاصني هذا الشيء اللي يحفزني، كان خاصني هذا الشيء اللي يوريني من نبدا وكيفاش نبدا. فصراحه انا لقيت الاجوبه في هذا الكتاب اللي اسمه ريفي لا بيدوين انطوا، يعني فيقي البدويه الموجوده فيك. فالقصة البدويه هي كتشبيه لحياه الكاتبه، كاين زوج قصص اون باراليل، يعني بالتوازي في الكتاب، ومنهم تفهموا حياتها هي اللي شبهتها بحياه هاد البدويه. فهي كتشبيه بين حياه الكاتبه وحياه البدويه، البدويه هذه اللي في صحراء وتحاول تلقى طريقها، تشق طريقها وتواجهها صعوبات الى اخره. اذا كنتم من الناس اللي يقراو فرنسيه ننصحكم بزاف بهذا الكتاب. ان شاء الله يا ربي فيديو تاع اليوم يكون عجبتكم، وما ننساش نخبركم باللي في صندوق الوصف راح تلقوه اللينك باش يا اما تشرو الكتاب، او ايضا كاين بروغرام دو كوتشينغ، يعني برنامج كوتشينغ اللي تقترحها عليكم الكاتبه تاع هذا الكتاب، برنامج اللي ممكن يساعدكم انكم تلقوا طريقكم، تلقوا اجوبه على بزاف تساؤلات، تربحوا ثقه في النفس، وايضا تساعدكم ايضا في لونتربرونيا، كيفاش تبدوا عملكم الخاص.
ان شاء الله يا ربي فيديو تاع اليوم يكون عجبكم. اذا لقيت حاجه واحده اخرى شابه نحكي لكم عليها عن قريب. اسلم عليكم بزاف والى اللقاء. باي باي.